السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإن شاء الله إحنا معنا نفس العيلة، يعني إخواني ضربوا ذهب، إخواني ضربوا ذهب، إحنا طالبين إيد بنتو، إيد بنتو لابننا أيمن على سنة الله ورسوله. بنتنا لابن وبنتنا إحنا كمالين متوكل على الله. سلم عنا على الجميع، يلا سلم. خلص عمك وقال وسلمت عليه فشي.